أنا عند القاضي. شوفوا هذه مبطنة والله ثقيلة حليلة غلطيتها ما تفرشة تحت. هذه تفرشة تحت. هذه الألوان هذه وهذه. شو هذه بانوراما اسمها بزي التشتوية. هذه كبيرة. هذه الدسكفري. في واحد نصحني فيها الدسكفري والله كبيرة كبيرة حتى علي. هذه الدسكفري شكل ممرض. شوف 350. طبعا هذه ما تصلح ابدا بالشتاء ما في اي مواصفات. شوفوا هذه شكلها حلوين. بناخذ هذه شكلها في الداخل. هذه تجي معها مع طربال مو تحت. ندخل داخل نشوف شكله داخل. شوفون والله ليلة دافية. لهنا موسية وبابا من هنا وبابا من هنا. شوفون جالس. شوف كيف ارتفاعه. بتمدد اشوف الحين. شوف النموذج هذا. ابيكم تعطوني رايكم. شوف الحين ندخل داخل. شوف هذه. هذه اللي قلت لكم عليها. شوفوها من داخل. انا الظاهر هذه تصلح صيفية ما تصلح شتوي. شوف شكلها. بس ما احسها لا صار لا جاك الهبوب. والله تعرف شلون تعرف ان الله حق. نموذج اثنين هي اللي تدفي. هذا اكستريم. اسمه اكستريم دافي مره من داخل. شوفوا كيف ثقيله بس انها اغلى من هذه. 700. هاي تصفيتها. يلا نمسك هنا ونمسك هنا. تمام نركب كذا. ايوه بعدين فك نفس الشيء. خلي بس. اي تمام ماشي مع اللبات. اخذنا الله يبارك. خلاص عطني نفس اللون هذا. رأينا هذه. شوفوها كيف من داخل. ما شاء الله ثقيلة ومبطنة طبعا ولها لبات داخلي تحت. طبعا هذا عشان المطر. هذه من اهم الاشياء اذا صار فيه ندى ولا شيء. والله ما شاء الله دافية دافية مرة دافية. طبعا في هذه وفي هذيك بس من هذه عادية. شوفوها هذا عادية مع ان فيها لبات بس من عادي. اللي شوفه شوفوا حجمها وهي بالسياره.